نظرية مؤامرة لتدمير البحث الزراعي في مصر؟ لا، انا مؤمن بان دي خيبه اداريه. خيبه. تعال نتفق اصلا. ما ممكن تكون مؤامره، يعني خيبه اداريه ان احنا على نفسنا. يعني من الممكن أي خيبة بالظبط. مش عايز اوصف بالغباء، من الممكن ان هو يجي على نفسه اكتر من المؤامره. لا، شوف، هو على الرغم من ان الدوله تتحمل اعباء ثقيله في المرحله الحاليه وكثيره، مفيش شك في هذا. انما لابد ان تنتبه الدولة إلى أن البحث العلمي بالغ الأهمية والخطورة، بحيث لا يمكن التفريط في مركزه المتقدم في اهتمامات الدولة. لازم يبقى له المركز المتقدم في اهتمامات الدولة. المثال العملي حصل وأدركه السيد رئيس الجمهورية في المشروعات الأخرى العديدة التي يتابعها. فهو مؤمن تماما بقيمة وأهمية البحث العلمي والعلماء، واعتمد عليهم وجابهم من كل حتة، وهم اللي عملوه الكلام ده كله. لا طبعا. وبالتالي وفي الفرافرة بيجي المايه منين؟ بيجي من النيل؟ لا طبعا مش من النيل. لازم بيجي من بحوث المايه اللي موجوده في المكان ده، مياه جوفيه. يبقى لازم هذا المنحى يكون واسعا وشاملا لكافه المرافق، بحيث يمكن ان يؤدي البحث العلمي نتيجه ايجابيه، لان المشكله مش بحث بس، لابد ان يتحول الى منتج نهائي في الاخر يعود بفائده ايجابيه على المجتمع. وبالتالي القصه مش بحوث، لان احنا في حاجات كتير عندنا بحوث محطوطه على الرفوف لم تتحول الى اشياء عمليه في حياتنا. المطلوب هذا، ان تؤمن الدوله بان البحث العلمي لابد ان يكون له مركز متقدم، سواء في الميزانيه، سواء في الاهتمام السياسي، سواء في التعامل الاداري، سواء في تعديلات القوانين. ما في قوانين كثيره جدا مكبله ومعيقه للبحث العلمي. يعني لا تستطيع الجامعه التي تبتكر شيئا ان تنتجه. تخيل، القانون يمنع، قانون تنظيم الجامعات يمنع، وبالتالي لا يستطيع ان ينتجه. في اشياء كثيره. واحده واحده. ازاي يا فندم؟